أيتها المشاهد الصحيحة، أيها المشاهد الصحيح، مرحبا فيكم بعد غياب عدة أسابيع. برنامجنا مثل ما بتعرفوا نافت، بينتقد الظواهر السلبية بحياتنا العامة. لذلك كان من الطبيعي نوقف البرنامج بالفترة الماضية أمام مشاهد القصف والقتل والتدمير والتهجير، وخاصة مشاهد قتل الأطفال. إنه شو بدنا ننتقد؟ مين بدنا ننتقد؟ ننتقد أنفسنا مثل ما بتقتضي طبيعة برنامجنا؟ أكيد مستحيل نعمل هيك شيء وبهيك ظروف. بس بنفس الوقت حسينا أنه الصمت غير ممكن، ويخشى أن يعتبر لا مبالغ، أو أن نعتبر نحن مثل كتار بمنطقتنا ومن أبناء جلدتنا يلي غضوا البصر. طبعا بعد ما غضوا البصيرة، إذن لازم نحكي، لازم نقول شيء، أي شيء. بس كل العالم عم تقول، المحطات والمواقع بل كل الشوارع عم تغلي غلي. طيب شو ممكن نقول شيء جديد؟ والأهم شو بيفيد الكلام أصلا؟ أي كلام ممكن نحكيه ما رح يكون له معنى، ولا رح يكون وافي ولا كافي. من هون حسينا حالنا أمام معضلة بأنه الكلام لا يكفي، بس بنفس الوقت الصمت غير ممكن وغير مقبول. فجعلنا من هي المعضلة عنوان حلقتنا. هكذا اجتمع فريق العيادة واستدعى جميع أركانه وأفراده وموظفينه وكوادر البالغ عددهم 3، وقررنا نصدر بيان واضح وحاسم ونوجهه لجميع جماهيرنا ومتابعينا في جميع أصقاع العالم، والبالغ عددهم يمكن كمان 3. وهذا نص البيان: أولاً، الله يلعن العجز. ثانياً، يلي بيوجه كلامه لأهل بلاده بيكون عم يقلن كلام هنن سلفنا بيعرفوه، ويلي عم يوجه كلامه للأجانب بيكون عم يرتكب نفس خطأ السلطة، بينما يلي ما عم يحكي وساكت بيكون همش حاله وصوته. طيب شو الحل؟ الحل إنه الكلام الحقيقي هو ما تقوله، لأنك لم تعد تستطيع كتمانه. أنت تقوله كي لا يقتلك، تقوله كي تسمعه أنت قبل أن يسمعه سواك. هذا لا يقلل من شأن كلامك، بالعكس، هذا بيعني أنك عم تقول الصدق كله والوجع كله، وإلا سكوت أحسن. ثالثاً، الله يلعن العجز. رابعاً، يلي مفكر أنه الغرب ديمقراطي حر بيكون غلطان. خامساً، يلي مفكر أنه الديمقراطية وحرية التعبير ما أنا موجودة بالغرب بيكون غلطان. سادساً، ما تم ذكره في البندين السابقين ليس تناقضاً، ولرفع التناقض وتوضيح اللبس لا حل إلا بالقول أن شعوب الغرب وفقراءه وعماله وطلابه من ذوي الضمير الحي والعقل النبيل هم من أوجد الديمقراطية، وهم من أوجد الحرية، وليس النخب الغربية التي لا تعبر عن جميع أفراد شعوبها. وعليه نصل للحقيقة القاطعة: كل شعب من شعوب الأرض هو فئتين، فئة النبلاء الشرفاء الأحرار العادلين المحقين، وفئة الشوربة، يعني خليط، شي عنصريين، شي أشرار، شي وضيعين وشي جاهلين، شي مخشوشين مخدوعين وشي انتهازيين. منكمل البيان ومنقول: سابعاً، الله يلعن العجز. ثامناً، يلي فكرناهن مؤثرين على السوشيال ميديا طلعوا مو مؤثرين، لأنهم بالأساس طلعوا مو متأثرين. وعليه تقرر أن الشرط الأساسي لكي تكون مؤثراً هو أن تكون متأثراً. تاسعاً، يلي بيعتبروا لاعب كرة فخر إلهن طبيعي تنفس الكرة وينفس الفخر، ويكتشفوا إنه هو مو فخر الأمة، لا، هو لاعب كرة قدم وما عنده اعتبارات إلا كرة القدم. وعليه تقرر توجيه تحية للاعب كرة القدم البرازيلي سقراط، الذي يجب أن يكون فخر العرب وفخر جميع أطفال الحارات الذين يلعبون كرة القدم. عاشراً، الحرب الدائرة رحاها على عظام الأطفال لم تلهم أحداً شيئاً. مشاهير الإعلام والفن كانوا ما يوفروا أتفه حدث ليعملوا عنه شيء، كان أي ترند ينطوا ويحكوا فيه. اليوم صار شعارهم اعمل نفسك ميت، وعليه قرر الشعب أنهم يعتبرون ميتين عن جد. أخيراً، الله يلعن العجز. عجز شو؟ عجز عن شو؟ نعم يا أصدقائي، العجز. يمكن أكثر كلمة مناسبة للأحداث الحالية هي العجز. ليس فقط العجز عن فعل شيء على أرض الواقع، بل حتى العجز عن فهم كل شيء. طبعا كله مفهوم، بس العجز عن الفهم هون بمعنى رفض تقبل الإجرام وتغطية الإجرام وتبريره وتسويقه وتمويله، والأسوأ تحويل المجرم لضحية. نعم، إنه العجز يا أصدقائي، العجز عن فهم مواقف حكام هالدول يلي المفروض يكونوا هن المعنيين بهي
القضية. 57 دولة اجتمعوا بالرياض، هؤلاء بشكلوا تقريبا 3 دول العالم. بيطلع نتنياهو بيقلن كلمتين ورد غطاهم، لمصلحتكم اسكتوا، اسكتوا احسن لكم. هؤلاء الحكام طول عمرهم ما عملوا شيء، بس كانوا عم يحكوا على الأقل. قلنا بلكي يعملوا مثلنا حلقة يوتيوب أو كلمة متلفزة مسجلة ومو ضروري مباشرة ويحكوا شيء. هلا مو ضروري يهددوا ولا ينددوا، بس على الأقل يزعلوا مثلنا. بس انسى، حتى الحكي بطلوا. قلنا مو مشكلة، بلا ما يفعلوا وبلا ما يحكوا، على الأقل يتفرجوا ويشوفوا ويسمعوا. بس الظاهر حتى هي بطلوا. إذن إنه العجز يا أصدقائي، العجز عن تصور إن ما يجري يجري حقا. ما زلنا في هذا القرن نرى الإبادة والقتل والتهجير، صور الموت تستحضر شبيهاتها من صور شعوب كتيرة ومجازر كتيرة صارت. إذن البشر ما زالوا مكانك راوح. المجازر يلي بنقرأ عنها بالتاريخ أو بنسمع عنها من أهالينا طلعت مو تاريخ، طلعت حاضر عم نشوفه نحنا، وشكلها مستقبل رح يشوفوه أولادنا. بالعصر يلي الأجيال الجديدة فيه بتهتم بالبيئة وتلوث المحيطات وحرارة القطب، وزعلانة على وحيد القرن يلي انقرض، وخايفة على الباندا ينقرض، بهيك عصر فيه هيك اعتبارات ومشاعر، لسه في جرائم ما بتفرق عن الإغريق والرومان ولا عن الفرس والفايكينجز والمغول. لا، بهذا العصر صار المجرم أكثر جبناً وأكثر فتكاً. القتل اليوم بيشبه ألعاب الكمبيوتر، شاشة بتعرض مكان، كبسة زر، تفجير المكان، انتهى كل شيء. إذن العجز عن الفهم والتقبل هو عنوان ما نشعر به اليوم. بالمقابل في نوع تاني من العجز عن الفهم، عجز حلو، عجز جميل، مثل العجز عن فهم إرادة الحياة عند الناس الغزيين، العجز عن فهم الاستعداد للتضحية عند الغزيين، العجز عن فهم نبل ملايين البشر حول العالم يلي عم يتظاهروا يكتبوا ينشروا يشرحوا ويوضحوا. ناس من دول بعيدة ما بتقول يلي بتقوله إلا بنبل وعدالة وإنسانية وحق. فعلا بيحس الواحد بالعجز الجميل عن فهم منظر جميل عم يشوف فيه مئات الآلاف، وخاصة بدول مثل إنجلترا وأمريكا عم يصرخوا كرمال العدل. العجز الجميل عن الفهم الجميل نحن وعم نشوف طلاب جامعة هارفارد عم يكتبوا أسماء الشهداء الغزيين. الأمر نفسه بينطبق على محاميين وإعلاميين وناشطين ونواب وطلاب من دول استعمارية التاريخ وإمبريالية الحكم، مع ذلك صرخوا للعدل ولأجل العدل. طبعاً الأهم والأكثر هن شعوبنا، شعوب دولنا نحن، يلي هن إخوة الغزيين، إخواتهم عن جد. هؤلاء يلي تسلل الحزن والغضب والقهر لبيوتهم ولمجالسهم الخاصة، لأنه يلي عم يصير ما عم يصير مع حدا غريب أو بعيد، هاد عم يصير مع الغزيين، والغزيين إخوانهم والغزيات إخواتهم، والأطفال الغزيين أطفالهم. لكن من إيجابيات الدعم الشعبي العالمي إنه بدد أي فهم خاطئ أو أي تشويش ممكن يحمله البعض على إنه الصراع هو صراع ديني. وجود ملايين الداعمين في كل بقاع الأرض هو مهم لكتير أسباب، ومنها إنه بيمنع قاصري النظر من اعتبار الصراع صراع ديني أو عرقي أو عنصري. لا، هو صراع ظلم وعدل، صراع حق واضح جدا وباطل واضح جدا. بنرجع شوي لحلقاتنا الماضية لمواضيع طرحناها ولفكرة البرنامج كله، لنذكركم انه نحن بالاصل كنا نشوف انه في مشكلة اساسية وخطيرة بمجتمعاتنا، وكنا دائما نربط بين مجموعة من العوامل لتفسير هي الظواهر، مثل الاعلام والسوشيال ميديا تحديدا، والمال والرجل الابيض. وكان الموضوع الابرز يلي بننتقده بالعيادة هو التفاهة. اليوم ضمن الحرب الدموية بنقول من جديد، حاولنا بحلقة كاملة ندافع عن التفاهة، وبوقتها وصلنا لمقياس بسيط، وهو انه تفاهة السوشيال ميديا مثلا ممكن انه تكون تفاهة مستفحلة وخطيرة وجزء من النظام السياسي العام الفاسد والمفسد، لكن ممكن تكون ايضا رفض للنظام العام القديم المهترئ وتعبير اصيل عن روح شعبية حقيقية. اليوم بعتقد يلي عم يصير ممكن يتحول ببساطة لمقياس لا لبس فيه للأصالة والتفاهة. اللافت انه الناس، عامة الناس، واعيين كتير لهذا الشيء. من هون صارت تشن حملات عارمة وجارفة ضد كل مشهور، اعتبروه الناس تافه ومتخاذل. ومثل ما بلشنا حلقتنا ببيان، تعوا نختم بقواعد اشتباك.
القاعدة الأولى، المؤثرين الحقيقيين سواء بالواقع أو السوشيال ميديا هنن الناس، عامة الناس، مطلق الناس، هنن الفقراء والمهمشين، أصحاب القضايا الحقيقية، أنصار العدل والحق، أصحاب العقل الكبير والوعي الوطني والإنساني. القاعدة الثانية، لا دين للظالم ولا دين للعادل، لا قومية للطاغي المتجبر ولا قومية للثائر الرافض. فالظلم والطغيان والتجبر أفعال لها سياقات سياسية واقتصادية تستعمل الدين والقومية. القاعدة الثالثة، الترند الحقيقي يلي بينتشر انتشار حقيقي هو صراخ المظلوم، وخلافاً للترند التافه المصنوع صناعة والملوث بالمال، فإن الترند الحقيقي يتعرض لمحاولات إلغائه وتغييبه، لكن لأنه منتشر عبر حناجر وقلوب النبلاء فهو ما بيموت. الترند الحقيقي هو قضايا الإنسان، وهذا الترند ما لازم يموت ولا يخف ولا يضعف تحت وطأة ترندات التفاهة والثرثرة والعنصرية. القاعدة الرابعة، كل فن أو علم أو ثقافة أو إعلام وكل عمل فكري معقد أو بسيط أكاديمي أو شعبي يتنكر لقضايا البشر وبخاصة قضايا قتل المدنيين والأطفال تحديدا وقضايا سلب الأرض والحرية، كل عمل أو نشاط فني وإعلامي يتنكر لهذه القضايا هو ساقط وأعمى، بل هو على الرغم من صناعه جزء من المعركة، فإن لم يكن في صف المظلوم فإنه في الصف الآخر. الخلاصة، قد نختلف في الحكاية، في الرواية، في المعلومات ومصادرها، في المعرفة ومراجعها، ليس كل شخص يعرف كل شيء عن هذه القضية أو تلك، لذا من الطبيعي أن نختلف كثيرا في سرد حكايتها، لكن ما لا يجب الاختلاف عليه هو حق الناس بالحياة، ولن تكتمل إنسانية الإنسان فضلاً عن قيمة عمله ونشاطه العام إن لم يتضح له هذا الحق، وبالتالي يتضح وقوفه في صفه. لذلك إذا طلع لك حدا اختلف معك بالموقف مما يحدث الآن، قل له تعا نحكي الحكاية بلا أسماء، احكي حكاية شعب من دون ما تقول اسم هذا الشعب، اتهجر من أرض من دون ما تقول اسم الأرض، وما زال عم يتهجر وتحتل أرضه وينقتل منه أطفال ونساء ورجال، شو رأيك بهالحكاية؟ إذا اختلف معك حدا حول تفاصيل العمليات العسكرية، قل له أنسى، اسأله السؤال بشكل عام، قل له أنت مع قتل الأطفال؟ بغض النظر مين الأطفال ومين قاتل الأطفال، مو مهم، اعتبره فيلم سينما وعم تحضر، أنت مع مين بهذا الفيلم؟ فما بالك أنه هالفيلم الأمريكي الطويل كل 5 دقائق منه عم ينقتل فيه طفل. أصدقائي يلي بلشتوا هالحلقة وكملتوها ولسه عم تحضروها، حطوا ببالكن انه بهالوقت يلي حضرتوا فيه هالحلقة القصيرة صار مقتول طفلين على الأقل. وين؟ وين ما كان، ما راح نقول وين، ليش بنسترجي؟ اليوتيوب ممكن يحضرنا. الحكي غير كافي والصمت غير ممكن، هذا عنوان حلقتنا، بس على اليوتيوب والفيسبوك وأشباههم وبألمانيا وفرنسا وأشباههم صاير الحكي غير ممكن والصمت غير كافي. الحكي ممكن يسجنك أو يرحلك، والصمت ممكن يثير الشك فيه. ختاما، سلام لأهلنا وأطفالنا وأخواتنا وأخواننا، وسلام لكم أنتم جميعا.